السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي كاتي ايدل. فيديو جديد او فلوج جديد، نتمنى يا ربي ويخليكم ليا. اللي باقي ما دارش اشتراك يدير اشتراك عندي ويضغط الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غندير انا وياكم طاجين ديال بوزروق المعروف بدول الشرق الاوسط وباللغه العربيه المحار. كان نجي هذا دابا انا خديت كيلو، ولكن ملي كيتغسل وكيتنقى راه كيبقى فيه 700 غرام. نوصيكم وصيه تردوا البال، حيت كاين اللي كيكون مسموم وكاين يعني بحال هذا مزيان، يعني موثوق منه، جايبينه من غرون مارشي، يعني اسواق كبيره كيكون موثوق منه. اما اللي كاين اللي غتاخديه من تاخدوه من شي بلاصه مزنقه يقدر يكون مسموم وانتم ما عارفينش. راه شحال من واحد مات بيه. البوزروق معروف عليه انه سخون مع البرد مزيان مزيان في هاد الوقيته هو ديالو، يعني كيداوي يحيد اللي عنده البرد، اللي عنده الحساسيه، وفيه الاملاح المعدنيه، يعني مزيان. اي حاجه كتجي من البحر راه كتكون مفيده. طبعا غادي ناخذ هنا عندي 700 غرام بقات يعني بعد التنقيه. وحاجه، واخا ينقي لكم اللي غيبيعوا لكم، واخا ينقيه نتوما الا جيتوا للدار تعاودوا تنقيوه مزيان مزيان وتغسلوه مزيان من الرمله ديال البحر، حيت كتبقى فيه الرمله. ولا مشيتوا حتى ما غسلتوش مزيان وطيبتوه وغادي تبقاو تاكلوا بداك التغزغيز، غتضطروا انكم تلوحوا كاع داكشي اللي تعذبتوا عليه. هذه نصيحه من عندي. المقادير ديالو هي كالاتي، يعني المقادير ديال الطهي ديالو هذه اللي غنحتاجوا ليها. قلت لكم بقى 700 غرام ديال البوزروق. عندي هنايا 5 ديال الريوس ديال الثومه، وقد ما كثرتوا الثومه راه مزيان، يعني الثومه راه كما كتعرفوا راه كتعطي المناعه للجسم مزيانه مع هذا البرد. غنحتاجوا معلقه عامره صغيره ديال الكمون بلدي، نص معلقه ديال الابزار، معلقه كبيره ديال التحميره، الملح حسب الذوق، يعني كاين اللي كيبغي الملحه بزاف كاين اللي ما كيبغيهاش، كيبقى الذوق الملحه يعني اختياري بذوقكم. نحتاجوا معلقه كبيره ديال معجون الطماطم، وتقريبا ثلاثه المعالق كبار ديال قزبر معدنوس. قد ما كثرتوا قزبر معدنوس راه كيجي لذيذ. عندي هنايا الزيت، الزيت الرومي، تقريبا الزيت ما بين الزيت الرومي والزيت البلدي كاس لارب، يعني كنديروا نص كاس ديال الزيت الرومي وربع كاس ديال زيت العود. وغادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. دابا الطاجين سخنا غير شويه، غادي نديروا الزيت هو الاول، الزيت الرومي، الزيت البلدي، نديرو مطيشة الحك تقريبا لقامة كلها كنديروها، توابل، نحرك غير شويه غير سخون هاد الشيء اللي درناه دابا غير سخون. غادي نرمي بوزروق باش نخلطو معاه، وديجا الطاجين سخون راه يعني راه دغيا دابا انا غير كي العافيه متوسطه طبعا. دا كنحرك بمعلقه
غنشد هنايا غندير بوزو انا الماء ما غنديروش دابا حيت بوزروك فيه الماء ديالو ما غاديش نديرو غادي نحرك غير شو نحركو مع هاد القناه باش تدخل ليه باش حتى في الطياب يجي لذيذ ماشي جهه يكون فيها لقامه وجهه لا هما كما كتشوفوا دوزت فيه يعني مزيان شربتو لقامه نحاول نسرحو في الطاجين باش يطيب على خاطرو هنا داك شويه تاع الربيع اللي خليت غنديرها من الفوق باش كتزين وصافي هنا مع الطياب باش نزيدكم معلومه ما غنديرش فيه الزيتون ما غندير فيه لا حامض لا والو باش ناخذو نتذوقوا اللذه ديال بوزروك حيت الا درنا الحامض غنبقاو ندوقوا غير ديك الحموضه ودار يعني بغينا المذاق ديالو بور غنغطي عليه ونخليه غادي يبقى يطيب على عافيه مهيله تقريبا ما بين 25 دقيقه حتى 30 دقيقه ونتلاقاو ان شاء الله نتوما بعد ما دازت 10 دقائق غنعري عليه ونحرك خاصو الماء خاصو الماء نزيد ما خاصوش بلا ما نزيد انا دابا هنايا باقي يعني ما محتاج انا نزيد فيه الماء غنعاود نسد عليه نعاود نغطي عليه تاني كل 10 دقائق ولا ربع ساعه نطل باش ما يعني باش ماشي ينشف من الماء اوكي انتما كما كتشوفوا بعد 10 دقائق و 15 دقيقه اخرى نشف من الماء زدت واحد ربع كاس صافي حيت قريب يطيب باش ما يجينيش فيه البلور شحن مزيان صافي دابا كاع 5 دقائق بالكثير راهو غيكون طاب ها هو بعد ما طاب انا غير كان عندي دوك بصيلات المخلين كتعرفوهم حطيتهم من الفوق الزيتون هذا كيبقى اختياري هي هو ما كيدار معاه والو انا غير زين في الاخر درت ليه فليفله مرقده وبصيله حتى هي واحد شويه تاع الحامض وراه صدقوني كيجي لذيذ لذيذ لواحد الدرجه ما كتصورش وبالصحه والراحه ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا كما العاده